تيم حسن ممثل سوري اشتهر بأداء الأدوار التاريخية ولفتت إليه الأنظار عندما أدى شخصية الملك فاروق الذي أنتجته الام بي سي عام 2007، وتوالت أدواره بالنجاح مثل مسلسل أنا، الأمير الأحمر، العميد، وآخر شيء الهيبة بأجزائه. ومثل ما شفنا بالصور انتقل جماله من فتى وسيم إلى مرحلة المراهقة وعدم اكتساب شخصية واضحة، ونلاحظ وصول إلى صور وسيمة وجميلة. شو عجبتكم أي مرحلة عمرية من حياة الممثل السوري تيم حسن؟